جينا بقى لاكتر الفقرات اللي احنا بنحبها جدا جدا جدا. اولا بنبقى جوعنا قوي فبنبقى عايزين ناكل حاجه يامي، وكمان بنتعلم اكله جديده نساعد بيها مامتنا وبابانا في البيت وفي المطبخ. النهارده بقى هنعمل حاجتين انترستنج جدا. الشباب دول هيعملوا لنا عصير كوكتيل باللبن، عندنا موز وعندنا كيوي، هيخلطوه ويعملوا لنا عصير حلو قوي مفيد جدا جدا جدا، طبعا بيدي طاقه وبيدي باور وحاجه يعني في قمه اللذاذه. والبنتين الامارات دول هيعملوا لنا بقى ايه؟ يعملوا لنا برجر، بس البرجر ده عباره عن بطاطس مسلوقه وتونه. عندنا الاكله دي فيها بروتينات مهمه قوي طبعا، عندنا تونه، والتونه دي زي ما اتكلمنا كتير قوي عن اهميه التونه وعن البروتين قد ايه بيخلينا نبقى بنعرف نركز، والعظم بتاعنا والغضاريف والعضلات بيبقوا اقوياء والشعر بيقوى، وبيبقى فيه اجسام مضاده طبعا علشان بيدافع عن اي بقى فيروس، اي حاجات وحشه احنا مش عايزينها. فده طبعا دور البروتينات، ودور طبعا معاه بقى خضار مع بصل. تعالوا ما نضيعش وقت في الكلام ونبتدي على طول نشوف هنعمل ايه. ايه رايكم يا شباب انتوا تبتدوا تحضروا لنا اللي هنخلطه؟ ايه رايكم؟ ممكن تقطعوا لنا الموز ده تقشروه وتحطوه، انا هقطع لكم اول حته وتحطوه كده ايه في الخلاط عشان نخلطه، ممكن؟ ماشي ماشي، انا هساعدكم في ان احنا نعمل ايه؟ اول حته كده اهو. يلا يونس ونوح اوعوا تاكلوا الموز. مش هتاكلوا؟ ماشي هناكله في الاخر بقى، نشربه في الاخر. انتوا اصلا بتساعدوا مامي؟ اه. بجد كلكم؟ اه. ماشي اوكي. تقيل قوي الموز ده عشان كده بساعدكم. يلا. لا خلاص بقى. ماشي الباسكت هجيبه لكم اهو عشان نرمي القشر في الباسكت، ده مهم جدا. انتوا بقى يا بنات هنعمل ايه؟ هاتي كده ممكن معلقه؟ ناخد الاول البطاطس. معانا بطاطس مسلوقه ومبشوره. نوت اونلي بات اوس. حطيت الموز؟ اه. طب حط الموزه الثانيه. ماشي؟ هنحط البطاطس المسلوقه بتاعتنا كده اهو. اه نحط الكميه كلها. بصي كده. نحط دي تحت كده. وبعدين هنقوم حاطين ممكن معلقه عاديه يا حبيبتي. يلا. اه. معانا هنا بصل مبشور، اوكي؟ لا، معلقه معلقه عادي، معدن. اه. طب نعمل ايه تاني؟ حط بقى الموز كله اللي معاك. هنحط ده بصل مبشور طبعا، هنحط شوية بصل مبشور. معلقتين؟ آه لا، معلقتين تلاتة على حسب الكمية طبعا. تلاتة حلوين. انتي بتحبي تطبخي شكلك. بعدها اللبن. شكلك كده ذويقة وبتعرفي تطبخي وبتطبخي بالسنس وكده صح؟ ماشي. وبعدين ايه؟ نقلب كده شوية عشان نشوف عايزين تاني بصل ولا لا. ما اعتقدش ان احنا محتاجين بصل تاني. حلو قوي كده كفاية. نحط ايه بقى؟ نحط معلقتين مثلا دقيق كده. اوكي ده دقيق. ونحط كمان معلقتين بقسماط، يعني نوت اونلي بات اولسو عشان يمسكوا في بعض كده. ونحط مثلا معلقه كمان عشان تمسك نفسها. وطبعا طبعا بقسماط لازم يبقى معاه ايه؟ بيض. بيض على طول، عارفينها دي سهله. نعمل البيضه كده اهو. اكسري البيضه الثانيه ارجوكي ساعديني. الله 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 على اللي بيحط اللبن. الله شطاره والله. حط اللبن كله كله. ايوه برافو. احنا حطينا كيوي ولا لسه؟ لسه. طب مش هتحط الكيوي قبل ما تعمل كده؟ ماشي. مش هعمله. اساعدك في الخلاط؟ اخبار البيض ايه عندكم يا بنات؟ واحنا هنحط الكيوي كمان هنا؟ ايوه طبعا احنا بنعمل كوكتيل. لا حطوا الطبق كله كده. ماشي ماشي انا هعمل. ماشي ماشي انتوا انتوا مع بعض مع بعض. ايه اللي حصل هنا؟ ماشي حصل هنا. احنا اصلا خلصنا دول ومش عايزينهم. كده اهو خلصتوا الكيوي؟ اه. ماشي هاتوا اللي فاضي ده. لا مش السكر كله، الحمد لله انا لحقت اللحظه دي، الحمد لله. هنحط مثلا معلقتين سكر مثلا كده اهو، ومثلا معلقه ونص كمان، معلقتين ونص ومعلقه ونص كمان. مع بعض بقى مع بعض. احنا ايه ده؟ انا ما حطيتش اي حاجه. ايوه صح، هو يحط بقى مره. هو وحد يحط؟ هو يحط وانت اللي هتشغل الخلاط. يلا حطه انت يا نوح. هو بيتشغل من هنا؟ ايوه. هنحط الغطا، لازم نتاكد ان الغطا مقفول كويس. يلا نوح بقى ايه؟ كده اهو يا نون. لا هو هو ايه ده؟ يلا هات ايدك شغله بقى كده بس. حلو كده كفايه؟ اه. ماشي. حلو كده حلو كده. خلوكم انتوا بقى ايه الولاد جهزوا بسرعه وخلصوا بسرعه، وروني البنات هنا اخبارها ايه. قلبنا. طب احنا بقى ايه؟ خلاص طالما احنا حطينا كل حاجه
بما اننا بنعجن يعني محتاجين نعجن بايدينا. حلو قوي. هنحط بقى التونه الاول. انا باكل احطها. ايوه استنى عشان تبقى مغذيه بقى مع البروتين اللي احنا عمالين ايه بتعملوه عندكم. استنوا لا خلاص والله كفايه كده. حلو قوي شكرا كده. حطيتوا البقدونس يا بنات. حطي البقدونس. حلو قوي. بس شكرا ليكم. نزلوا بقى الحاجات الفاضيه تحت. يلا ساعدونا بقى. مش انتوا خلصتوا؟ لا الولاد بكلم الولاد. ساعدونا يا ولاد بعد ما خلصتوا. شكرا. انا عايزه اقلب شويه. ايوه انت هتقلبي وتعجيني حضرتك. نوت اونلي بات اولسو. بس عايزين ايه اتاكد ان كل الحاجات ده احنا حطينا ايه يا بنات بقى تيجوا نراجع كده. بقدونس تونه ودقيق واسمه ايه ده؟ بقسماط. بقسماط صح. وبصل. وبقدونس وبيض. بس اوكي شكرا يا ولاد والله بيشيلوه مكانه. يا سلام. طيب دلوقتي بنحط ايه؟ ملح. ملح. حطينا كمون وشويه ملح وبيحطوا ونحط ايه شويه فلفل. هنصب. لا لسه مش هنصب دلوقتي والله. هنصب لما احنا نخلص اكلنا. انتوا ساعدتونا. ساعدونا للاخر. حطوا الحاجات دي تحت يلا. واحنا بقى ايه هنبتدي نعجن 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 نعجن. بس هقلبها لكم قلبه حلوه عشان كله يخش في بعضه ونبتدي. احنا عايزين نحط هنا لسه اعجنوا الاول. يلا اقعدوا اعجنوا. ويلا وهنحط نشيل دول. وروني يا شباب بتعملوا ايه. احنا مش عايزين دول في حاجه يبقى نشيلهم تحت. ماشي. وعايزين ايه؟ مش عايزين دول. مش عايزين برضو دول في حاجه ونشيلهم تحت. نعمل ايه بقى؟ نعمل ايه دلوقتي؟ هقول لك نعمل ايه حالا. بص بقى يا استاذ منك ليه؟ مش احنا عملنا العصير بتاعنا وخلصناه؟ اه. طيب مهم جدا 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 ان احنا لما نيجي نساعد ماما وبابا اقعدوا عجينوا كويس. ان احنا ما نسيبش المطبخ بعد ما خلصناه بالمنظر ده. فاحنا هنعمل ايه؟ هننضفه. هننضفه. مناديل اهي حبايبي الحلوين التعميل وننضف ورانا اللي احنا عملناه. يلا. برافو. اه بقى بشوف. لا ننضف كده ننضف كده ننضف كده كده. اهو 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 انا اهو اهو كده اهو كده اهو كده اهو. شكرا شكرا خلاص. حلو قوي التنظيف ده. نجيب الباسكت بقى. روح هات الباسكت. يلا يلا. شكرا والله على التعاون الفظيع ده. مش ممكن يا جماعه التعاون. مش ممكن التعاون. مش ممكن الشطاره والحلاوه والطعام. انت رحت مني فين؟ تعالى هنا كده. خلاص يا ناس اطلع يلا مكانك. قلعتها اصلا. ماشي انت خلصت اساسا. ايه رايكم بقى نصب الكوبايات بتاعتكم؟ انا اللي هصب. لا انا اللي هصب. ما هي ماما اللي هتصب في البيت برضه. انتوا خلطتوا احنا اللي هصب بقى الكبار. هي. شكرا شكرا شكرا. مساعده رهيبه وخطيره. عملنا احنا ايه بقى؟ عصير ايه؟ قولوا لي. عصير؟ اه؟ كوكتيل. كوكتيل ايه بقى؟ فيه ايه؟ موز وكيوي. شكله هيطلع يامي قوي يا ولاد صح؟ ماشي. وانا بوظت حته نبقى نمسحها. بنات اخباركم ايه يا بنات؟ عشان لازم نعمل برجر. احنا خلصنا عجن. خلصتوا عجن كويس قوي يعني؟ اه. ماشي انا هخلص الشباب هنا العصير بتاعنا الحلو ده واحنا نقطنا. فهنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ هننضف. يلا نضفوا. اتفضلي منديل. ما تفضلي منديل. اتفضلي منديل. اتفضل منديل. يلا ماشي. هنعمل ايه بقى يا بنات؟ خلصنا اللي عندنا هنا دول. تعالوا نجيبهم كده. ايوه كده وكده وكده. خلصتوها؟ وعندنا لسه احنا ما خلصناش. عندنا بقى هنا ايه؟ محتاجين نعمل البرجر بتاعنا. حط كده. عشان نعرف تبقى سهله. يعني احنا بنحط حبه وبعدين ونقوم عاملين ضغطينها كده اهو. اوكي؟ فتطلع لنا برجر. استنوا بقى لما انا لازم اسخن بقى الطاسه بتاعتنا. عايز تعمل ايس كريم؟ بتعرف تعمله؟ بجد؟ بتعمل. طب بيتعمل ازاي؟ استنى. بنعمل عصير وبعدين بنحط الدقيق اللي هو ده. بالظبط. استني استني خليها في ايديكي بقى. خليها في ايديكي يا بنتي. احنا حطيناها في الكيس علشان نعرف نبقى. انتوا خلصتوا العصير؟ اه. طب خدوا العصير يلا وروحوا اقعدوا عند بابا وماما لغايه اما احنا نخلص. يلا دوقوه لهم وتعالوا لنا تاني. ايوه برافو كده. نعمل ايه بقى؟ ايوه
شيليها بقى. ماشي يعني معلش ظبطي الشكل في اللي جاي عشان نلحق نعمل اتنين تلاتة. واو هي ايه فاينلي فاينلي. انتوا بقى اللي هتعجنوا عشان انا مضطره انا ابقى اللي على النار. يلا يا بنات عرفنا التكنيك خلاص؟ ماشي حلوه قوي. انا بقى هنا بقلب هنا. النبي شطاره يا بنات شاطرين قوي قوي قوي. يلا اللي بعده هاتي الكيس. اتفضلي. انا هحط انا. ماشي عشان احنا شكرا جدا. الله احلى بنات. انا هحط الكيس وانت هتعملي بالظبط. نعمل تيم ورك بقى. ماشي. انتوا عمركم اكلتوا برجر بالطريقه دي اصلا؟ لا. لذيذه قوي صح؟ فيها بقى ايه؟ فيها بقى يعني اكيد طعمها يبقى حلو قوي. احنا حاطين بطاطس انا عارفه وتونه وبصل كده هيخلي اكل. شاملين الريحه يا بنات؟ ما بتعملهم لنا برضه في الجمبري. ممكن بالجمبري؟ بيبقى ممكن طبعا تجربوها بالجمبري مره. ممكن اي نوع بروتين بقى نجربه مع الطريقه دي صح؟ انتوا بتعملوا ايه بقى حلو لما بتخشوا المطبخ؟ انا بعمل سلطه وبعمل وبعمل عصير انا بعمل عصير كل انواع العصير. اوكي يلا عايزين اتنين كمان. عايزين اتنين كمان. ملوخيه بجد ملوخيه من اولها لاخرها. انا مش بعرف اعمل ملوخيه اصلا. اوكي بجد يا شطاره يا حلاوه يا طعامه على البنات. انا ما بنعمل. يلا واحده كمان بس عايزين. ايوه 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 والله ازقها بلاقيش اهي. يا سلام يا سلام على البنات. عايزين واحده كمان يا بنات. ماشي اكيد احنا هنخلص البتاع كله. لا عايزين واحده بس دلوقتي عشان نلحق ايه ندوقها مع بعض. لا واحده كمان ندوقها. ايوه طبعا بس ما نخلصها كلها. طب انتوا مين بقى هيجرب يعمل الاكله دي ما يروح بيته؟ أنا بجد؟ انا هقولها لماما تعملها. طب وانتوا حفظتوا خلاص هنعمل ايه يعني؟ اوكي ابو زودوا بس دقيق شويه يا ولاد عشان تبقى ماسكه نفسها. وبطاطس وسوري وبقسماط. البقسماط كان محتاج ممكن نزوده هنا شويه عشان تبقى ماسكه نفسها شويه. اوكي اخر واحده. اتفضلي يا طحان. يلا اخر واحده معانا. استني لا ما تشيلهاش. انا هشيلها. انا ما احنا بنزعق ليه؟ حلو قوي الكلام ده. يلا انتوا بقى ايه نضفوا الحاجات دي لغايه اما انا اظبط ده. خلاص هنشيله بقى نبقى نحط منه بعدين. نشيل البوله منه هنشيلها في التلاجة. وممكن مثلا لو احنا في البيت هنشيلها. لا في التلاجة في البيت وهنبقى نقدر. هتاخديه معاكي؟ اوكي ماشي. طب ايه رايكم تنضفوا بقى الحاجات دي بسرعه؟ يلا يلا يا بنات بسرعه 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 بسرعه. احسن بنات واحسن تنظيف. طيب احنا هناخد وقت غالبا هنا لغايه لما ده يبقى بيستوي. بس هو ريحته يومي جدا 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 الحقيقه. فاحنا هنستنى عشان ياخد وقته ان هو يستوي وبعدين نبقى احنا ندوقه بقى بعدين. بس انا بضمن لكم من ريحته انه خطير جدا جدا جدا. فاحنا هنستنى احنا معاها وانتم مش مضطرين تستنوا معانا. كده تبقى خلصت نهايه رحلتنا النهارده. فاضل اغنيه حلوه جدا هنسمعها. هناكل احنا الاول بعدين هنسمعها ونقول لكم باي باي. قولوا لهم باي باي يا بنات.